بسم الله وبالله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله، اليوم بيكون بإذن الله استثنائي. ليش؟ لأن رتبنا المكان بشكل مبدئي وجبنا الكاشير وسوينا كل شيء. باقي علي أقل من 100 زبون أخدمه، وبإذن الله عينه ما تنام بقدر أجيب الكاشير الثاني. ففتحنا المحل وشفت عيونكم، يعني ترتيب مبدئي. قد يكون في ترتيب أفضل من هالترتيب، ولكن زي ما قلنا هذا بشكل مبدئي فقط. عندنا رفوف فاضية، ليش؟ ما أبغى أمليهم من الآن. أحتاج أني بإذن الله بإذن الله بإذن الله أطلع الرخصة القادمة. حاليا عندي 24 25 دولار تقريبا، فمحتاج أني أطلع الرخصة الجاية حق أضيف الأغراض. حلوين، بدينا، رجعنا. وش قدك وجاي تشتري بيبسي؟ والله مو مفيد للصحة، اسمع مني، لو تدفع كاش الله يغثك. والله زمان زمان عاد ورجعنا للنصوص. روح. فطلبنا الأغراض تقريبا، طلعنا الرخصة، صحيح طلعنا الرخصة وجبنا أغراض زيادة. فحرفيا حرفيا أمورنا فوق الطيبة، يعني ما عدنا حاليا أي حاجة. باقي لمبات ما اخذنا يا شباب، نسيتم والله. اكره ما علي اقعد في مكان اظلم. فاربع لمبات بمناسبة المحل الجديد، وننتظر ان نوفر المبلغ. اوه، في شاب لطيف قاعد يستنى. ما عليه ما عليه، اعذرنا اعذرنا. الموظف الثاني، والله باقي قريب 100 شخص لازم اخدمهم. فاتوقع ان مع نهاية اليوم بقدر باذن الله عينه ما تنام. في حاجة جبت العيد فيها، ثواني بالله. باذن الله عينه ما تنام بنقدر نهاية اليوم اعتقد نجيب الموظف. طيب ما عليه ما عليه، نرجع كاشير، نرجع للك. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله والله ابن الكرفت، انا عارف ان امورك فوق الطيبة. الله يزيدك بطاقة، والله انك جدع. الله، اعلى فاتورة الى الان 84 دولار. جاي بقول 400، واضح اني ادور ادور. علينا قروض يا جماعة، علينا قروض. فاشتروا اشتروا اشتروا بشكل اكبر، الله يرضى عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، هذه المبيعات الصح، هذا الوضع الكويس والتمام. كنت ابغى اطلب اشياء بس اللمبات، ونسيت نسيت نسيت. مع الحماس يا شباب، مع الحماس يا جماعة الخير. خلنا نشوف الموظف القادم باقي له كم واقدر اجيبه. باقي له 70 شخص ابي عليهم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. نسكر اليوم ونبتدي يوم جديد باذن الله. خلونا نشوف يوم جديد على طول. طبعا نحتاج نشتري اغراض. خلوني اشوف المخزن، لاني اعتقد اني معلق. الاخ معلق الاخ، وخر بس، تكفى تكفى، روح اشتغل تكفى، روح اشتغل. ف خلونا نطلب نطلب اغراض، ولا لا 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 لا، خلي الطلبات بعد شوي، خلنا نخدم الزباين حاليا. زين، طالما ان كل شيء موجود اطلب. يدي تحكني، ما اقدر ما اطلب، ما اقدر، لازم اشوف المكان كل شيء فل. اخونا اللطيف هو اللي جاب فينا العيد، هو اللي مو مسعر، ولكن قد يكون في شيء اخر برضو. فخلوني اطلب منه حاليا. واللمبات اوكي. ف تعال تعال اللي جاب فيني العيد، تعال ابغاك جنبي، ابغاك جنبي، لانك مو بس جبت فيني العيد، الا اللي بعده الا اللي بعده. بعت بخسارة اعتقد، دولارين ونص. اوكي اوكي، فصاحبنا نستنى يروح يرتب. بالاضافة الى اللمبات، نحتاج تكون انارة في هالجهة، ونحتاج برضو انارة مكان اللي شلناها قبل شوي ورجعناها. تمام، وإنارة في النص. لعلي طلبت لمبات أزيد من اللي أحتاجهم، لعلي طلبت أكثر. في النص قلنا لا، بالله عليك ما تجي.
لا نقدر نقدر، ما عليك ما عليك نقدر. طيب سكرها، لا سكر يا حبيبي ونزل. اوكي هذه جيبها على الباب، بكده بتكون عندنا اعتقد لمبة زيادة، تكون عندي لمبة زيادة. ممكن احطها في المخزن ولا ما له داعي؟ خلني خلاص انا اشتريته مخزن، لان الانارة فيه مش ولابد. لما ايه كده تمام، وجب علينا ان نتأكد عصير التف. الله لا يوفق العدو، الله لا يوفق العدو. وانا اقول وانا اقول اسمع عليك، عندي صدت الموضوع بس بعد ما خسرت الدنيا. ما عليه ما عليه ما عليه، اتمنى بس ان اقدر اليوم اخلص المهمة المطلوبة مني حق بكرة اجيب الكاشير باذن الله. ان قالها رب العالمين بكرة الكاشير عندكم، نقول ان شاء الله، نقول باذن الله عنا ما تنام. فكاش باقي لك 47، 10 20 30 40 45 46 47، توكل على الله. غلقنا اليوم، امورنا طيبة، سكرنا. هل في قروض شيء محتاجين اني اسدد؟ ترى زادت فلوسنا يعني توداي، زين اني جيت شيكت برضو توداي. خلني اسدد وبا واعنف الكمين. لا بكره مطلوب منا المبالغ هذه، باقي علينا 7700. ف احنا كنا تونا نقول بنسكر يعني، بس زين يعني ما سكرت، استنيت اموري طيبه. 24.5 تمام. فوش اللي بيصير؟ خلوني اشيك كم انا بعت حاليا حق اعرف متى بقدر اجيب الموظف، لاني تعبت. باقي تقريبا 50 شخص، يعني في يومين ما خدمت الا 20 شخص. فخلونا نسكر اليوم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. 22 شخص فقط اللي ما حصلوا اللي يبغوا، بعذركم والله. نبتدي يوم جديد ونقول خلوا العامل يروق ويرتب، ونطلب طلبياتنا ونرجع عليكم من جديد. بسم الله توكلنا على الله، ونفتح بعد ما رتب يعني جزء، وباقي الجزء الاكبر. وشوف الاغراض ما شاء الله تبارك الرحمن. فنبتدي بسم الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودي اني اخلص مهمتي، والله تعبتونا. فاتمنى اتمنى اتمنى اني اخلص المهمة اليوم تمام، حق بكرة أكون متفرغ بشكل كامل إلى التطوير، لأننا ناويين نطور وحركات. خلوني أشوف الإنارة، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله. فوفر وفر كهرباء، خلونا نشوف هل في فواتير. ما عليه، في واحد وصل، الله يجزاك خير أنك جيت تشتري. وبرضو يبغى لنا نطور المكان بشكل أكبر، خلونا نشوف. والله في فواتير، خلوني اسددها افتك تمام. باقي عندنا تالي مسألة القروض باذن الله، يعني الامور قاعدة تتطور بشكل اكبر. دولار يعني ما ودك تخليه، خل دولار مشي الليلة. فالله بدي قاردات داخلين ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. والله اكثر واحد راح منه بكل امانة اللي يرتب، ما يمدي يرتب جو اشتروا في واحد يتحلطم في شيء ناقص، يقول ما ادري وش. ما عليه ما عليه كذا ارتب، حتى انا مرتاح عيوني كذي بشكل افضل. ف خلونا نرتب. باقي لك دولار، ايش بلاكم كلكم باقي لكم على دولار؟ خلوني اطلع شوي. ترخيص الجاي متى اقدر اطلعه؟ اقدر اطلع بس ماديا ما يبغى له اي حاجه، شي بسيط باذن الله وبنطلعه. فاليوم بنخلص، يفترض اليوم على اقل تقدير نطلع الترخيص حق المستوى 12. تونا بنطلع يا ساتر، مستوى 12 وانا توي بطلعه، يعني ما احكي لك كمية العيد اللي كنت جايبنه. ما شاء الله طلع الترخيص، عندنا اغراض، عندنا كل شيء، امورنا طيبة، والمبيعات قاعدة تزيد. روح اللهم لك الحمد. ايش الاغراض اللي اقدر اجيبهم؟ الله الله الله، بس ما عندي ترى فلوس، خلني اضيفهم على الاقل مبدئيا في السلة. اوكي
قيمتهم تقريبا 300 دولار، فاثنين ما بحاسبك مستنى ولا عليك ممر، يعني الساعة 3 وانا مشغل انارات، بكرة الفاتورة تصلخني، ولكن فدا يا رجال، فدا يا رجال، لا تقعد في مكان ظلام، امورك طيبة، كم باقي لك؟ ولا حاجة. فنان فنان كيف الذي يفكر جمع 3 بلا ميعاد، باقي لك 39 وانا كنت بابوقة يعني ليه؟ اوكي 39، يلا امورنا طيبة، كاشيري فاضي الله يرحم والديك، يعني اذا تبغى حاسبك ما ودك، يعني مصر انك تقعد كذا، ها يعني ما تبغى احد يساعدك شيء، صل على النبي اذكر الله، روح في واحد راح، الله انك تفهم، هل حوش ما يفهمون؟ ليش ما حد راضي يجي؟ يفكرون ان اسعارنا هني اغلى ولا وضعهم مو طبيعي، ترى كله سعر موحد يا كابتن، سعر موحد يا كابتن. ليه الزحمة هناك لهالدرجة؟ ما عندي اخلاق يا زباين انا ولا وضعكم؟ والله العظيم غريب، يعني كده تحبطون مشاعري، كده تحبطون مشاعري، فانا اذا تعبت مشاعري ارفع الاسعار، فحذاري حذاري من رفع الاسعار، ورفع الاسعار بالنسبة لي زي السلام عليكم، عادي ما عندي فيه اي اشكالية، لا اصلخ صلخ لين تقول امين والله، فتعالوا لي بس اليوم لازم اسكر القروض اللي علي، اعتقد شوف تودي مطلوب مني اليوم، انا قلت اللهم لك الحمد اني انتبهت، ولا كان خذوا علي رسوم برضو، ولكن اللهم لك الحمد امورنا طيبة، باقي بس هذا افتك منه، فيا هو يا صاحب الكاشير انت، الله الله والله انك تفهم، ابغى اسكر القرض، تكفون تكفون خلوني اسكر اليوم القرض، احنا الوضع دمار كذا ترى، اقول لك مشروعنا للحين يعني ما وقف، مشروعنا الى الان ما وقف على رجيلاته، فخلاص امورنا طيبة اقدر اسكر القرض، فحتى لو ما حد يبغى يشتري ترى ابدا مو فارقي، تعبت روحك والله، بس اشكرك نبهتني ان منظف الزجاج انا ما حطيت له تسعيره، يعطيك الصحه والعافيه انك نبهتني حبيبي، قلت لك مو زي الاول، الحين على طول انتبه لك، الحين انتبه لك على طول، شكلنا ما سعرنا الموجود، لا اللي فوق ايه مو مسعره، انا مسعر متاكد، ايه مسعر مسعر، فما في احد، تكفى بالله عليك، يلا تفهم والله انك تفهم، اخر زبون وبسكر اليوم ونشوف بكره وش اللي يصير ويانا، عندي تقريبا 600 دولار، زين اني انتبهت للقرض، سكرت اليوم وعندي 130، اعتقد بتروح للموظفين، لكن قبل لا نعطي من راسنا معلومة، باقي لي اقل من 40، باقي لي حرفيا 34 عميل ابيعه، وباذن الله عينه ما تنام اقدر معلق اتوقع الاخ داخل، وبعدها اقدر اجيب العامل، فلتس جو خلونا نسكر اليوم ونعطي العامل مجال انه يرتب المكان ونرجع ليكم باذن واحد احد. سكرنا هنا، احنا سكرنا، لازم اسكر صح اول كاشير بعدين نسكر، فعشرين شخص ما لقوا اللي يبغوه، بعنا باكثر من 1500 دولار، ولكن عندنا تكاليف كانت عالية منها الرخصة وغيرها، فنبتدي يوم جديد، يلا نخليه ياخذ راحته جدا، يرتب ونرجع ليكم جبت العيد من جديد، وطبعا لا جديد اني اجيب العيد، الاشياء القديمة نصها ناسنها، فالرجال قاعد يحط الاغراض داخل خلاص، فنفتح ونقول بسم الله، نبغى نطلع لنا مبلغ بسيط ونطلب الاغراض الناقصة، بالاضافة الى ان نبغى نطلب رف وخلاص، بعدها باذن الله بتتسهل الامور بشكل اكبر، ويبغى لنا ثلاجة برضو، لا 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 الوضع، بس انسب مكان للثلاجة وين؟ هذا اللي ما حسبنا حسابه صدق، يفترض اني اخذ ثلاجة بابين نفس الثلاجة هذه،
وممكن احطها بالعرض هنا، يمدي توقعون. اول شيء لهذا الرف وحط ثلاجة جنبه، لا لا لا، الثلاجة تقريبا ام بابين تاخذ رف واحد، فلو شلنا هذا نقدر نحط ثلاجة، والرف ابو جهة برضو نقدر نخليه في هذه الجهة اعتقد. فتتيسر الامور الان، تتيسر باذن الله. الاغراض ناقصة 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 بشكل مهول. فتتكلم عن دقيق، وتتكلم عن معكرونة، وتتكلم الاشياء القديمة تقريبا نصها ناقصة. فلذلك بما ان ما في زباين، خلونا نحط في السلة الاغراض الناقصة. هي وزنه ما شاء الله تبارك الرحمن، اقدر اطلب الاغراض اي ب$200 وشي. فاللهم لك الحمد. نحرك عاملنا شوي. تمام، واعتقد اليوم بقدر احقق الشرط، اعتقد والله العالم الصراحة، لان باقي لي ممكن 30 عميل تقريبا. 30 عميل يا كابتن، باقي لي تقريبا 30 عميل. توقعون اقدر اجيبها اليوم؟ 30 عميل بالضبط. اقول لك وازننها، وابشركم اخذ رف شراء، واقدر برضو اجيب واحد ثاني يساعد اخونا اللطيف اللي قاعد يرتب. فامورنا كلها مربوطة. ولا ليش ما اجيبه قبل؟ نقدر اتوقع الحين لو جبت رف شراء فقط اقدر اجيب العامل. فليتس جو نجيب العامل الثاني قبل، ما فيها اي مشكلة. رف الشراء اعتقد انه ب 250 حاجة زي كده، ب 200 وليس 250. فالان اجيب عامل ثاني اسرع العملية، لان بكل ما شلت اياه يا حجي. حلوين حلوين جدا جدا جدا، امورنا زانت يا شباب، ابشركم امورنا زانت. و$100 اجيب العامل الثاني، ليتس جو. جيب جيب العامل الثاني، وينه وينه وينه؟ قولي قولي بس، هاتو هاتو. امورنا حاليا مو طيبة اللي بعد، اللهم لك الحمد. زانت 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 جدا. فبرضو اجمع الحين مبلغ واحاول اطلب بضاعة بشكل كبير، لان البضاعة صارت تخلص اسرع من السلام عليكم. القرض ما سددناه اليوم كده، انت ترعبني لو تقولي ما سددته. والله الوضع بيكون دمار دمار لو ما تسدد. today مطلوبة اليوم. باقي لنا شي بسيط، لكن ان شاء الله ان طلبيتك يعني تسوى تكفى. لا 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 لا، باقي لنا $16. تمام، واقدر اسكر القرض بكره، بياخذون علي نسبة عالية. ف ما في ولا زبون، خلاص يعني جبنا العيد بشكل رسمي. يلا ما في اي مشكلة، يوم ونتعلم منه بإذن الله. سكرنا ونبتدي اليوم الجديد، بس خلهم يرتبون ونرجع عليكم بإذن الله. لعلي جبت العيد وما طلبت كل الاغراض، ولا شو الموضوع؟ والله ماني داري، لان الاغراض ناقصين بشكل غير طبيعي. فلا بد من الكاشير الثاني وقرض، اقدر حاليا اخذ قرض. فوالله متردد يا جماعة الخير، هل الان اخذ قرض؟ بس صعبة صعبة صعبة. ليش صعبة؟ لان عندنا قرض، وانا افكر اخذ القرض الـ$2000 على مدة 5 ايام، يعني يوميا $440. فاشوف ان مخاطرة عالية، شوف ان مخاطرة جدا جدا عالية. او اخليها زي الطبيعي اللي هو 15 يوم، ونسدد يوميا على 173. قد تكون انسب، مو قد تكون انسب، هي اساسا انسب. لكن والله برضو حتكون صعبة،
برضو حتكون صعبة لأن عندنا متعثرات وعندنا الوضع ما يسمح، ولكن في حال إني جبت الكاشير والله بين نارين، والله بين نارين، خصوصا إن حتى البضاعة عندنا أوشكت على النفاد. أحس إن من الضرورة جدا القرض، فلذلك خلاص يا شيخ أنا جايب العيد، في معظم الأمور ما جت على القرض يا رجال، نطلب بها كامل أغراض، إيش رأيكم بدل لا راح يا شيخ؟ شكال تردد، لا يا حبيبي ما يحتاج تتردد، يلا 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 يا شباب، والله ترى بس عليكم خصم خصم خصم، اليوم نقدر نجيب العامل بإذن الله عينه ما تنام، وفي ناس تشتغل بدم وضمير. إيه هذا المطلوب، هذا المطلوب، يا الله سترك وعفوك ورضاك، خلصنا اليوم وبكرة بنبدي بشكل. اثبت اثبت يا حبيبي اثبت، احنا قلنا خلاص، يعني باقي شخص ولا ما باقي اي شخص؟ تكفى قول لي انا حسبتي غلط. الله الله نجيب اليوم. طيب خلني اشيك على موضوع القرض. اي والله انا اساسا متأخر فيه، متأخر. هيا القم تفضل، لازم اسدد اليوم. علي ضرائب بتصير، بس تكفى بالله حاول تنصب عليهم او اي شيء، لان ممكن في حال انك نصبت عليهم ترى تفك لي ازمة، والله فلو فكيت لي ازمة بزيد راتبك. انصب، انا سامح لك اليوم تنصب مرة، ما في مجال. تكفى كم؟ قل لي كم. 600 وشوي، ف لقمنا حرفيا، لقمنا، فمضطرين ان احنا نلقم، فلذلك نسكر اليوم وبكرة أجيب عامل ثاني. خساير خساير كبيرة قاعدة تواجهني بشكل غير طبيعي، فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أمورنا قاعدة تزين، ما عليك كن إيجابي، أمورنا قاعدة تزين، البضاعة أنا أقول أمورنا قاعدة تزين، بس الواضح لي ان امورك انت مو طيبة، واضح لي ان مخك فاصل اساسا، يعني مو شغال تقريبا، الاغراض موجودة فافتح على طول وخلنا نطلع لنا كم، حتى لو مبلغ بسيط حق اجيب الكاشير. مبدئيا اول حاجة لابد اني اسويها الكاشير، الكاشير الكاشير الكاشير، مزع في الفلوس اللي عندي، لكن شكوى لله، بعد الشكوى لله ما اقدر اسوي ولا اي حاجة حاليا، اقدر اجيب ولكن فلوس ما في ما في ما في. اكثر حاجة مطمنت اني بكل امانة ان عندي بضاعة، يعني كمية مو بسيطة، شوف وباقي بعد افكر اني اخذ الباقي، فالامور زينة، الامور زينة زينة زينة، عدنا التوسعة وعدنا، انا كنت مخطط اني اخذ القرض اساسا حق توسعة ما توسعة، ولكن لعلها هجت، لعلها هجت هجت، كان في الـ60 دولار اخونا بالله، يعني تكفى باقي 25 دولار واجيب موظف، اجيب كاشير، الله بس الكاشير وصل باذن الله عينه ما تنام، تعال الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هات لي الكاشير، هات لي، استنى والله ما يمديني اساعدك، انا مشغول في خدمة عملاء اخرين، انتظاركم محل اهتمامنا، طلبية على وشك اني اوفرها، ان قالها رب العباد. انا معلقي معلق ليه؟ ايش تنتظر؟ والله ما ادري الصدق، ليه تستنى؟ ليه تستنى استاذ غبي يعني، عزكم الله، انت ليه واقف؟ ابغى افهم، انتون لازم واحد يخرب حق تستوعبون يعني، ولا اوكي يلا يلا استاذ، يلا استاذ لوح، هذا يعاند ولا ايش موضوعه؟ متحنط ولا
شكله تحنط يا جماعة، يعني شكلي ظلمته، محنط بالكامل أخونا بالله. لا يكون ما في شغل، مستحيل ما في شغل. ما أعرف أخوتنا بالله ليش واقفين زي الصنم، ما أعرف. يعني ممكن تروح تشتغل، ممكن تروح تشتغل حجي. والله هذه مصيبتنا في الحياة. ليه انا ايش من ذنب ارتكبت؟ والله لا، ما ادري وش ذنوبي في الحياة. 102 مثلا. الله 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 والله يا اني قاعد اتأخر في الديون بشكل مو طبيعي بسبت. والله ترى بفنشكم. ليه واقفين؟ ليه؟ ما ادري ايش اقول الصراحة، لان في حاجة انا ماني فاهم منها. ليش واق؟ ألا لعنة الله على القوم الظالمين. صدق تو الناس خسرتوني، ما ربحتوني اليوم. الله لا يوفق في الله لا يوفقكم. نقدر نسدد، طلعنا خسرانين اليوم ولكن ما في أي مشكلة. نراكم غدا 29. أمور طيبة، نبتدي اليوم الجديد. بس لا لا، ما حفتح على طول، خلهم يرتبون اول بعدين نفتح باذن الله. ماينس 313، فنعطي الاخوة الكرام وقت يرتبون ونرجع لكم. بسم الله وبالله، ونقول نفتح المكان باذن الله، نطلع لنا مبلغ ونطلب برضو باقي الاغراض، لان جايبين العيد في اغراض قاعدين نطلبها بكميه كبيره واغراض ناقصه، فما في اي توازن في الموضوع. اقدر اخذ قرض ثالث اللي هو 750 دولار ولا لا لا لا؟ ما اقدر، ما اقدر حرفيا. عدنا حق تكونون في الصوره، 5000 باقي 7 ايام واسكر القرض. 2000 اللي تونا ماخذينه سددنا منه يومين، باقي 13 يوم. 750 اللي اخذناها اول مرة اعتقد باقي فيها 7 ايام. اجمالي المبالغ المطلوبة علي 8520. اقول لك يا ان ادارتي للسوبر ماركت بكل امانة كانت سيئة 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 سيئة. فما علي ما علي، تزين تزين يا شباب، تزين يا شباب، تزين بإذن الله. حتى نسيت وش الأغراض اللي كنت طالبنهم وش الأشياء اللي ناقصة، لكن ما علي، بتزين بإذن الله عنا ما تنام. فطالما أن قاعدين يبيعون والأمور ماشية، أنا بدوري أشوف العمال وش قاعدين يسوون. معلق، معلقين اثنينهم بعد مو واحد. اوكي، روح صف روح صف، لا 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 تجلطني. دخلوا الاغراض، دخلوا الاغراض. عندنا عجز حاليا 200 دولار. 200 دولار، الله يسرها الله يسرها. يا الله رزق من عندك، يا الله رزق من عندك. جيب منه 500. يلا 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 يلا، توكلنا توكلنا على الله، توكلنا على الله. مغرب الحين، الاغراض تقريبا كل شيء موجود، يمدينا نسكر القروض، يمدينا نسكر القروض. ثقوا 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 باذن الله نسكر القروض باذن الله. والمار معصب الاخ ولكنه يشوف احد. ليه النفسيه دي عليك يا حجي؟ ليه نفسيتك زي كذا؟ روقنا روقنا بس حق لا تصير مشاكل يا كابتن، روقنا لا افصل عليك. لا خلاص، اعتقد كل شيء موجود، نتفرغ الى القرض. سدد، برضو مطلوبة علينا اليوم، هل نقدر نسددها؟ احنا نقول ان شاء الله،
نقول ان شاء الله معنا. على العموم القرض امورنا طيبه، باقي لنا مبلغ بسيط باذن الله، واعتقد على الزحمه تكفون باقي شي بسيط. حلوين نقدر ان شاء الله بحول الله وقوته نقدر. تكفى ترى احلى كلمه ممكن اسمعها اني اسكر القرض، ما في احلى منها بالنسبه لي. الله يرضى عليك، امزعها. ثواني بالله، الله يسعد الوجه. خلاص سكرنا القرض، ما علينا رسوم اضافيه، الامور طيبه. يلا امزعوا في الناس، امزعوا ولا شيء. والاغراض مفلوته في الشارع ليه واقفين؟ سؤال. اصنام صارحوني، انتون اصنام كذا وضعكم يعني عاجبنكم؟ اكيد ترى وضعكم. يلا نسكر اليوم، لان ما اتمنى ان مصاريني اسلم عليها انها تروح. فخلنا نشوف، والله قاعدين نتطور بكل أمانة. مدخولنا اليوم أكثر من 1900 دولار، يعني القادم مذهل بإذن الله. فإلى هنا وانتهى مقطعنا لهذا اليوم. في حال عجبك المقطع لا تنسى لايك الشير سبسكرايب الكومنت تفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. في الختام لا يسعنا إلا أن نقول سلام عليكم.